نسخ جديدة من الكتب المدرسية لصفوف الأول والثاني والثالث الأساسي في السويداء. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. عقد في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أمس اجتماع تحضيري لإطلاق الحملة الوطنية للتشجير بيد أطفال وشباب سوريا وتضافر الوزارات المعنية والمنظمات الشعبية. ريم غانم والتفاصيل. بهدف نشر ثقافة التشجير وزيادة المساحات الخضراء ولا سيما بعد الحرائق التي طالت الغابات والمواقع الحراجية في الآونة الأخيرة، عقد في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اجتماع تحضيري بين الوزارات المعنية وعدد من المنظمات الشعبية لإطلاق حملة وطنية للتشجير بيد أطفال وشباب سوريا. وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنة أوضح أهمية تضافر الجهود، حيث لن يكتفى بالزراعة في المواقع الحراجية، بل سيتم العمل مع الوزارات والمنظمات الشعبية المعنية على زراعة المساحات الفارغة في الحدائق المدرسية والجامعات. تمهيدا للاحتفال بعيد الشجرة في هذا العام، حاولنا أن ننسق مع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية، وبوجود رفاقنا رؤساء المنظمات اتحاد الطلبة واتحاد شبيبة الثورة ومنظمة طلائع البعث، لنجتمع اليوم ونحضر للاحتفال بعيد الشجرة، ولكن رغبنا أن يكون هذا العيد بمشاركة طلاب سوريا وأطفال سوريا بأن نشجر شجرة في كل حديقة مدرسة وجامعة عامة أو خاصة، ونجتمع هذا اليوم لننسق فيما بيننا لنطلق حملة وطنية لتشجير الحدائق والأراضي التابعة لمدارس سورية في الريف وفي المدينة، وحتى ننشر ثقافة محبة الشجرة ومحبة الأرض من خلال أن يكون لكل طفل شجرة في مدرسته وفي جامعته، وأن تنمو معه وتكبر معه فهو يكبر عمرا وهي تكبر بجانبه لتكون غذاء له وغذاء للمجتمع. وزير التربية الدكتور دارم طباع أكد جاهزية الوزارة للمشاركة مع الوزارات والمنظمات الشعبية المعنية، لافتا إلى أن الوزارة طرحت مشروع إدخال مادة التوجيه المهني بهدف توجيه الطالب في المرحلة الثانوية نحو التعليم الزراعي أو السياحي أو التجاري أو الصناعي. هلا الفكرة بحد ذاتها جديدة، انه ان يكون التشجير ضمن المدارس وان يكون متنامي مع تربية الطفل، يعني الطفل من بداياته بيتعلم كيف بيعتني بالشجرة، وبتكون هذه الشجرة يعني نوع من الرابط له بمدرسته. فنحن اليوم مع المنظمات الشعبية مع وزارة الزراعة ووزارة التعليم العالي سنطلق هذه الحملة الكبرى، وهي حملة حكومية، يعني اليوم فقدنا الكثير من الأشجار أثناء الحرب، وإن شاء الله بأيدي هؤلاء يعني سواعد الشباب سنعيد سوريا خضراء كما كانت. الحقيقة اليوم نحن مجتمعين من أجل مساهمة قطاع التعليم العالي والمنظمات الشعبية طبعا بالتعاون مع وزارة الزراعة من أجل مساهمة الشباب بزرع الشجر، بإعطاء أيضا محاضرات حول هذا الموضوع، وسوف يوم عيد الشجرة نخصص محاضرة في كل كلية لإعطاء أهمية الشجرة. سوف نبين دور الحراج والغابات بحماية البيئة من التلوث، سوف نعطي أهمية كبيرة لخطر الحرائق والغابات، وسوف نساهم من خلال طلاب الجامعات بزرع الأشجار في الحرم الجامعي في كل جامعة وفي أي مكان سنشارك فيه وزارة الزراعة من أجل أعطاء دور توعوي وفعلي وتنفيذي وعملي في زراعة الشجرة لبلدنا لكي تبقى خضراء. الحملة الوطنية للتشجير والتي ستشمل أرياف ومدن المحافظات كافة تجسد التشاركية بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الشعبية والانتماء إلى الأرض والوطن.
حرصا على حسن سير العمليات التربوية بالشكل الأمثل، طلبت وزارة التربية من مديرياتها في المحافظات كافة إيقاف قبول طلبات النقل، الندب، الاستقالة، الإجازة الخاصة بلا أجر، تحديد مركز العمل للعاملين بوظائف تعليمية وللمكلفين بوظائف إدارية في المدارس اعتبارا من 14 من تشرين الأول الجاري. أكثر من 1,000,000 نسخة جديدة من الكتب المدرسية تم توزيعها على صفوف الأول والثاني والثالث الأساسي في السويداء. سماهر دنون والتفاصيل. أصبحت هذه الكتب جاهزة ليتم توزيعها على مدارس الحلقة الأولى وبالتحديد على الصفوف من الأول حتى الثالث الأساسي بعد أن وفرتها وزارة التربية كبديل عن الكتب المدورة. الحقيقة الوزارة رغم العبء المالي عليها ورغم يعني الضغوطات والحظر قامت بتلبية حاجات المواطنين بتوزيع الكتاب من الأول إلى الثالث بعدد الطلاب. قبل بداية العام كان كجميع الكتب المدرسية متأمنة عنا هون بالمستودع الرئيسي، وبلشنا نتواصل مع المدارس ونفذنا بالمدارس مواعيد لأنه تجي لعنا تاخذ كتبها كلياتها، وهلق عم نستكمل الكتب للمدارس بنسبة 100% من الأول للثالث ومن الرابع للتاسع حسب الخطة الوزارية الجاية. هذا وقد دعت وزارة التربية مديري المدارس للتواصل مع مستودعات الكتب لاستلام النسخ الجديدة لتوزيعها على التلاميذ الذين وزعت عليهم كتبا مدورة بأسرع وقت ممكن. اليوم الأول نحن كانوا كتبنا جاهزين، طبعا قبل الدوام بالأسبوع الإداري كنا مجهزين أغلب الكتب. هناك نقص كان ببعض المواد، يعني نقص لا يذكر، تم استدراك وتعويض هذه الكتب وموجودة حاليا بالمستودع كل الكتب وعم نحصل عليها بأقل التكاليف. تأتي خطوة تأمين الكتب الجديدة للتلاميذ من الصف الأول حتى الثالث الأساسي ضمن حرص وزارة التربية على النهوض بالواقع التعليمي وتأمين مستلزماته وتحسين ظروف البيئة المدرسية. للتربوية السورية، سماهر دنون، السويداء. في طرطوس أجرت مديرية التربية اختبارات الفحص الفني التي تؤهل الناجحين فيها إلى مفاضلة معهدي التربية الفنية التشكيلية والتطبيقية والتربية الموسيقية. ماهر مرشحة والتفاصيل. ضمن أجواء هادئة ومريحة أجرت مديرية التربية بطرطوس اختبارا للمتقدمين للمعهد الموسيقي والبالغ عددهم 234 طالبا وطالبة، وذلك في معهد الفنون التشكيلية بطرطوس. أجواء جيدة، عم نلاحظ أنه في عنا مواهب، في عنا ناس عندها حس موسيقي، في عنا ناس رغبانة أنه تدرس بهالمجال هيدا. وطبعا الأسئلة من قبل اللجنة اللي هي لجنة وزارية بمجالات كتيرة بالموسيقى، من خلال العزف، من خلال العلامات الموسيقية، السلم الموسيقي، بما ينعكس إيجابا طبعا على العملية التربوية والتعليمية بهالمجال هيدا. اللجان بتنتقل المواهب الأفضل والحالات اللي ممكن انه تكون يوما ما بالصف عم تدرس طلاب وتعد اجيال عندها حس موسيقي، لانه الحس الموسيقي بالنتيجه هو احد العلوم الانسانيه اللي بتخلي الانسان يكون اكثر رقي واكثر تفاعل مع البيئه المحيطه واكثر قدره على بناء البلد، لانه الانسان اللي عنده حس موسيقي هو انسان قادر على انه يبني الوطن. نعتمد اكثر شيء على العزف والغناء والايقاع، ولاحظنا انه بما شاء الله الطلبه عندهم امكانيه للقبول، ونحن ان شاء الله بنساعدهم بتربيه الصوت وببعض المواد الاخرى ان شاء الله تعالى. طبعا المقدم بحاجه للتعلم، هنا جاي يتعلموا. عم نطلب منه يغني، خبره خامه الصوت، مندق له ايقاع بيقلده لنشوف الاذن الايقاعيه عنده. العزف نساله اذا بيعزف، بيعزف ما بيعزف عندنا موجود الات، اللي اذا عزف اخذ علامه عزف. بنفحصه اول شيء اذا بيعزف على آلة موسيقية، وبعدين بنسمع طبقة صوته بيغني لنا هيك أغنية من عنده، المهم يعني نعرف إنه طبقة الصوت. وعبر الطلاب المتقدمين عن ارتياحهم لهذا الاختبار وعن أملهم بالنجاح والقبول. جاي حتى أبرز مواهبي بالغنى، وفايتي لأني بحب أنا أن يفوت معهد موسيقى. أنا بكل بساطة بحب الغنى وبدي نمي مواهبي يعني بهالمجال هذا، وان شاء الله بيدخل بالفن. حابب اسجل موسيقى ومتطور مهاراتي هون بالمعهد. انا موهبتي من زمان انه بعزف وبغني، وحبيت اني اجي على المعهد مشان اطور اكثر واني اوجه موهبتي للعالم. يعني يستمر الاختبار لمده يومين متتاليين
يتم خلاله اختيار الطالب ذو الموهبة الجيدة ليصار إلى صقلها وتنميتها ضمن سنوات الدراسة في المعهد. الفضائية التربوية السورية طرطوس. في حماة أيضا استمرار إجراء مقابلات واختبارات القبول لمعهد التربية الموسيقية، والذي تضمن أسئلة نظرية وأداء صوتيا وقراءة النوتة الموسيقية. وليد سلطان والتفاصيل. تابعت مديرية التربية إجراء المقابلات والاختبارات للقبول في معهد التربية الموسيقية في حماة. هذا وأشرف على الاختبار لجنة وزارية مؤلفة من الموجهين الاختصاصيين للتربية الموسيقية. بالنسبة للمعهد، أنا بطلع على المعهد، أنا مشرف على المعهد من كذا سنة، بطلع عليه وبزورهم، ودائما بأكد على زملائنا على ضبط الطلاب، زيادة ضبطهم بالعمل يعني وبالعلم. في عنا شغلة صغيرة، نحن مناهج المعهد صار بدها تغيير شامل. مناهج المعهد صار لأنه ما عاد تتماشى مع المناهج الحديثة اللي موجودة بالمدارس حاليا. تضمن الاختبار أسئلة نظرية وأداء صوتيا وقراءة النوتة الموسيقية وعزفا منفردا على الآلات. أي حدا بحب يسمع الموسيقى بأشكالك، العزف على العود، الأورج، كتير حلو كتير حلو الواحد يتعلم عليه. بحب الأغاني، بحب الغني والعزف. ولوحظ تقدم أعداد كبيرة للدخول إلى معهد التربية الموسيقية نتيجة امتلاكهم الموهبة وحب الموسيقى. يذكر أن عدد المتقدمون بلغ 789 متقدما ومتقدمة، وجرت الاختبارات ضمن الإجراءات الاحترازية والقواعد الصادرة عن وزارة التربية. لأخبار التربوية وليد سلطان، حماة. أعزائي، نشرتنا مستمرة على الفضائية التربوية وفيها بعد الفاصل. وزارة الصحة تطلق الأحد القادم حملة وطنية ضد شلل الأطفال. أهلا بكم من جديد. فرع اتحاد شبيبة الثورة بالحسكة قام معرضا فنيا للطالب علي الطايس من مخلفات البيئة. سيلفا آسيا والتفاصيل. بمواد وأدوات بسيطة استطاع علي أن يجسد أحلامه ليجعلها ملموسة، فأبدع بصنع عدة آليات من الكرتون المقوى والمواد اللاصقة وبعض توالف البيئة التي ساعدته في إخراج المجسمات الجميلة التي بدت وكأنها حقيقة. كنت أحب رسم السيارات، فحبيت أشكلهم بأشكال كرتونية، مجسمات كرتونية وتكون سيارات. يعني أنا أحب أكثر شيء يعني رسم السيارات وتصنيعهم، فأعطيها أشياء تكون أقرب للواقع مثل المرتسولات، كلها مخلفات البيئة. أستعمل الكرتون، الشعلة أكيد، اللاصق، قياسات كله أرسمها رسم الأول، رسم أخذ قياسات تكون متطابقة أكيد وأصنعها كرتونية. مخلفات الطبيعة يعني بيعمل المجسمات، والحمد لله ذكاء ومنيح وما شاء الله عليه، يشتغل كل شيء، إبداعات كلها من عنده يعني، ما بنساعده بأي شيء كان يعني، هو موجب العمل اللي عنده يبلش واحدة ورا واحدة. هو كان مجسمات صغيرة، شوي شوي طورها وصارت على الأحداث على الأحداث. أقيم هذا المعرض الفني للطالب علي في صالة فرع اتحاد شبيبة الثورة بمناسبة الذكرى 52 لتأسيس الاتحاد، ودعما للمواهب الشابة وتحفيزها على الإبداع. تطلق وزارة الصحة في 11 من شهر تشرين الأول الجاري حملة تلقيح وطنية ضد شلل الأطفال، وتستمر حتى 15 منه. وتستهدف الحملة الأطفال دون 5 سنوات بغض النظر عن اللقاحات السابقة، حيث أكدت وزارة الصحة أن الأعراض الشائعة كالرشح، الإسهال، ارتفاع الحرارة البسيط لا تمنع من التلقيح. وبيّنت الوزارة أن الحملة ستنفذ في المراكز الصحية وعبر الفرق الجوالة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للوقاية من فيروس كورونا. أعزائي، نشرتنا انتهت. قبل الختام نذكر بالعناوين. اجتماع تحضيري في وزارة الزراعة بين الجهات المعنية لإطلاق الحملة الوطنية للتشجير. نسخ جديدة من الكتب المدرسية لصفوف الأول والثاني والثالث الأساسي في السويداء.
لمزيد من الأخبار زوروا صفحة الفضائية التربوية على الفيسبوك. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.